طبعا أول خطوة كانت إنه نعيد دولة الرئيس، ونتمنى له كل الخير، ونحن عم نتابع كل خطواته وكل الأعمال اللي عم بيعملها في سبيل الوحدة وفي سبيل الوطن، وطننا لبنان. وبذات الوقت كمان كنا بهدف بصدد إنه نجلب جسمان الكاردينال غاجانيان إلى لبنان، إلى مرجع بطريركيته، ودولة الرئيس طبعا تقدم بكل الخدمات وبكل الإمكانيات لتسهيل هالوضع الموضوع. ونتمنى للكل إنه حقيقة مجيء الكاردينال غاجانيان إلى مسقط رأسه إلى لبنان يكون نقطة انطلاق لمصالحة وللسلام بهالبلد وللانتعاش مرة أخرى. شكرا.